للمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر السكايب وعلى الهواء مباشرة السيد محمد تلفت، أخصائي أرصاد جوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة الصناعة الوزارة المواصلات والاتصالات. بداية نرحب بك في نشرة الثالثة، وما هي تطورات حالة الطقس التي تشهدها مملكة البحرين في الوقت الحالي؟ مرحبا فيكم، شكرا للاستضافة. طبعا بالنسبة لتوقعاتنا، مثل ما هو متوقع بدأت حالة عدم الاستقرار طبعا من يوم أمس مساء، واستمرت طبعا الأمطار كانت غزيرة، وصلت على كمية أمطار إلى 68 ملم. طبعا وصلت الأمطار فترة المساء تقريبا بدأت من الساعة 9 وانتهت تقريبا على الساعة 12، انتهت الأمطار وبعدها ردت حاولة الفرص في فترة هدوء من الساعة 12 تقريبا لفترة الصباحية تقريبا من الساعة 9، ردت مرة ثانية 9 إلى 10 الصباح، ردت الفرص معانا مرة ثانية الأمطار وكانت رعدية وأيضا صاحبات هبات شديدة السرعة وكانت غزيرة، والبرق شوهد في أغلب أنحاء المملكة. وطبعا بالنسبة لتوقعاتنا حاليا للأمطار، طبعا مثل ما هو واضح على عندنا على الرادار وعلى صور الساتلايت، أغلب السحب تقريبا تحركت، بس لا زالت حالة عدم الاستقرار موجودة على المملكة حتى فترة المساء. وإحنا قاعد إن شاء الله نراقب أي تكونات، في حال وجود أي تكونات على الرادار أو على الساتلايت راح إن شاء الله نخبر المواطنين أول بأول. نعم سيد محمد، هل سوف يستمر طبعا تأثر كما ذكرت، سوف يستمر تأثر المملكة بهذا المنخفض خلال الساعات القادمة؟ هل هناك أي يعني إرشادات أو توجيه للمواطنين والمقيمين وحتى زوار مملكة البحرين؟ نعم طبعا بالنسبه للتحذيرات، طبعا اغلب التحذيرات موجوده حق مرتدي البحر ومرتدي الطرق لهبات شديده السرعه وامطار رعديه. التحذيرات ان شاء الله بتكون ان شاء الله للساعه 6 مساء. مثل ما ذكرت حاله عدم الاستقرار لا زالت موجوده، من بعد الساعه 6 ان شاء الله حاله عدم الاستقرار تضعف تدريجيا، راح يكون ممكن يكون في فرص لمجرد امطار بسيطه تستمر حتى فترة الليل، مجرد أمطار بسيطة راح تكون إن شاء الله. نعم، إذا السيد محمد تلفت، أخصائي أرصاد جوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، كنت معنا عبر، شكرا لك على هذه المعلومات.